هاي. تسبيخ أو كومبوستينج هو عملية تخمير المواد العضوية لتحويلها لمحسن للتربة. فوائده البيئية كتيرة، ومنها تحسين صحة التربة ونوعيتها، تخفيف كمية النفايات، تخفيف الضرر البيئي بسبب المواد السامة الناتجة عن خلط النفايات ببعضها، والتخفيف من طلب الأسمدة الكيماوية. أغصان وأوراق الشجر، الأعشاب، نشارة الخشب، القش، القصب، الكرتون، الوراق، المحارم، كيس الشاي، بقايا القهوة، بقايا الخضرة والفواكه، الخبز، الحبوب وشور البيض، بقايا اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان، كل مواد قابلة للتسبيخ. المواد المسبخة غنية بالكربون والنيتروجين، الأكسجين والرطوبة، وهي مفيدة لتحسين نوعية التربة، وينصح باستخدامها بتشرين الأول وأواخر شهر شباط للاستفادة من الأمطار يلي بتساعد على استخراج المغذيات لتكون متوفرة عند حاجة النبات إلها. مين قال مش كل النفايات محل المكبات والمسؤولية فردية وجماعية؟ أنا قال. نشوفكم بكره.